الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأنا في الأسبوع الماضي في بداية مقدمة عن علم التصوف ومنشئه باختصار، ثم بدأنا نتكلم على الرسالة القشيرية وهي أصل من أصول علم التصوف، وهي كتابة، يعني هذه الرسالة صنفت أساسا عشان تبين علم التصوف بمعناه الحقيقي، لأن كثر الجدل حول هذا العلم، منهم من أنكره، ومنهم من جعله دخيل عن الإسلام، ومنهم من جعله حقيقة الإسلام، ومنهم من جعله مكمل للإسلام. والحقيقة أنه مكمل للإسلام، لأن الإسلام وهو الدين هو شريعة وطريقة وحقيقة، والشريعة تناولت الظاهر، والطريقة تناولت الباطن، والحقيقة تناولت السر. فالإسلام أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، وهذا هو الدين. ثم بدأنا بعد ذلك وقلنا في أول المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة كعادة كل العلماء في التصنيف، يبدأون بالبسملة والحمد لله. البسملة تيمنا بالكتاب لأن القرآن بدأ بالبسملة، والحمد لله لأن الحديث كل شيء لا يبدأ بالحمد لله فهو أكثر أو أجزم، ورواية كل شيء لم يبدأ بسم الله روايات أضعف في الإسناد، ولكنها يعني متعاضدة وتوافق بدء القرآن، يعني ترتفع من الضعف إلى الحسن لغيره. ولذا جمع العلماء بين الحسنين فيبدأون التصنيف ببسم الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. والحمد لله جملة زي ما قلنا جملة اسمية، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار بغير نظر الى تعلقها بشيء، حيث ان الذات سبحانه وتعالى ذاته موجودة قبل ان تتعلق بغيره من الموجودات، كان الله ولم يكن شيئا معه. فالحمد لله قبل بدء التعلقات، كما انه الحمد لله بعد ظهور التعلقات وهي الموجودات. فالحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته. العوالم عند الصوفية ثلاثة، عالم الملكوت وعالم الجبروت بالترتيب كده، عالم الجبروت ثم عالم الملكوت ثم عالم الملك، او قل عالم الجبروت هو عالم الامر والنهي، او عالم الصفات والاسماء قبل ظهور التعينات، او هو العالم قبل توجه الارادة للقدرة بظهور المراد، يسموه عالم الجبروت. ده عند المتصوفة، ده اصطلاح عنده، لما يقصد الجبروت يقصد هذا المصطلح، لكن لغة الجبروت جاي من الجبر، من حيث الاستنباد اللغوي جاي من الجبر، والجبر فيه معنى القهر ومعنى الجمال، فيه معنى القهر لانه فيه الجبر من الاجبار، وفيه معنى الجمال فيه الجبر من ايه، من جبر الكسر وتكميل النقص، حتى قالوا على الذي يعالج العظام مجبرات لانه يجبرها، يعني يعالج كسرها، ففيها معنى جمالي ومعنى جلالي، والجمال والجلال والجمال والجلال معا هم الكمال. فالجبروت عندهم هو عالم الامر والنهي قبل ظهور مقتضى الامر والنهي، اي العالم بين الكاف والنون، كن فيكون. طيب قبل كن
او بين الكاف والنون اللي هو عالم الارادة، توجه الارادة الى القدرة الصالحة لكل ممكن. فالله سبحانه وتعالى قدرته صالحة لكل ممكن سبحانه، فتوجه الارادة لهذه القدرة فتخصص منها المراد فيأتي على وفق مراد الله عز وجل. يسمى هذا عالم الجبروت عند مصطلح المتصوف. عالم الملكوت هو عالم الغيب، هو الموجود ولكن غائب عن الحس. يبقى الجبروت قبل الوجود والملكوت والملك مع الوجود، كويس، قبل الوجود الحسي. فالملكوت ايضا محسوس وموجود لكن ليس محسوسا لنا، وان كان محسوسا لغيرنا كالملائكة والجن كالنار والجنة كعوالم السماوات العلى، كل ما هو غيب عندنا حتى ما هو عذاب قبر ونعيمه ملكوت، لانك لا تحس ولا تدركه في حياتك الدنيوية. يسمى عالم الغيب عالم الملكوت. ثم يأتي بعد ذلك العالم الثالث عالم الملك اللي هو عالم الشهادة، عالم الحس اللي هو احنا فيه، اللي هو الانسان يدركه بحياته المعتادة يسمى ملك. فلما تيجي تقرأ في كتب الصوفية كلهم بقى طول ما انت ماشي كده، اما يجيب لك الجبروت يقصد المعنى اللي قلناه، اما يقول الملكوت يقصد المعنى اللي قلناه، ولما يقول الملك يقصد المعنى اللي قلناه. فالحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته. لا نص عليه زي السهر ورد وغيره، نص عليه في كتبه. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو احديته وتقدس بسمو صمديته. عندهم الاحدية والواحدية لها معنيين مختلفين، الله واحد احد، واحد لها مقتدى واحد لها مقتدى. للمبتدئ يقولون احد اي لا يتجزأ، وواحد لا يتعدد، لكن هم يقصدون بالاحدية هي الحقيقة التي ليست لها تعلق بشيء، يعني بغير شرط، كان الله ولم يكن شيئا معه، يعني ما فيش شرط، ما فيش اي شرط معين علشان يكون مع الله. فكان الله ولم يكن شيئا معه، ما فيش اي تعلق باي شرط عشان بهذا الشرط تعرف هذا ايه، هذه الحقيقة الاولية اللي هي حقيقة وجود الذات. هذه الذات التي اندرجت فيها واستهلكت فيها الصفات والاسماء فلم تظهر لاحد، حيث لم يكن هناك واحد مع الواحد ولم يكن هناك موجود مع الموجود، هذه الحقيقة انهم سمى الحقيقة الاحدية. فلما يقصد الاحدية يقصد الحقيقة الاولية المستهلكة لجميع الصفات والاسماء، يسموها المتحقق بها من العارفين يسموه مقام جمع الجمع. لما تيجي بعد كده تقرا في المقامات يقول لك هذا العارف تحقق بمقام جمع الجمع، يعني بمقام الاحدية، حيث اندرجت جميع الاسماء والصفات فاستهلكت في الذات الاولية، فلم ينظر للتعدد ولم ينشغل بالتعدد عن المعدد ولا بالاحد عن تعلقات الواحدية وهي الصفات، لان الصفات فيها التعدد والاحدية لا تعدد فيها. فده يسموه مقام جمع الجمع، يبقى المتحقق به يسموه في مقام جمع الجمع. مقام جمع الجمع هو المقام الذي، اصل عندهم
لما تيجي تقرأ كتبهم يقولك العامة، وهذا عند العامة، يقولك الإخلاص عند العامة كذا وعند العارف كذا. العامة يعني العلماء، العامة عندهم هم العلماء. ومن هم العلماء؟ هم الذين يعرفون الحق بالدليل على ما هو واقع، يعني هو إدراك الواقع عن دليل، واخد بالك ازاي؟ او هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، هم جل علم. فإذا أدرك الإنسان شيئا بعقله إدراكا، وهذا الإدراك كان جازما غير تردد فيه، وكان معه الدليل على هذا الإدراك، يسمى عالم. عندنا وعند أهل التصوف يسموه عامي، لأنه وصل إلى الله بالدليل، والعارف شهد الله فلا يحتاج لدليل. فهمت ازاي؟ فالعارف هم اهل الشهود واهل التجليات الذين لم يفتقروا للدليل، او وصلوا بعد الدليل الى مقام التجلي فشهدوا، ففقدوا الدليل، رجعوا كانوا زي الاول، لان كان الله حتى بلا دليل، فخلق العوالم فصارت علامة على وجوده، فوصل الناس بالعالم الى الله اي بالدليل، فصاروا علماء من العالم، لان العالم ينزل للعلامة، والعلامة هي الدليل. فلما تحقق بهذا وتجلى الله عليه بعد هذا الدليل فشهده، لا يحتاج لدليل، خلاص. هو انا بعد ما ادوقك السكر تلاقيه معسل، عايز اثبت لك انه معسل؟ مش عايز بقى، خلاص. او ده الفرق بين من ذاق فشهد فلا يحتاج للدليل، ومن لم يذق ولكن ايه علم فاحتاج للدليل. فعندهم اما يقصد العامة كل كتبهم، اما يقول لك العامة يقصد العالم اللي هو المحجوب بالدليل، المحجوب بالدليل اللي لسه ما ارتقاش الى مقام التجلي والشهود. كأنك نعم كأنك ترى رؤية العين يعني. لا، مفيش رؤية عين. هو لما هو حتى اللي أثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله، ما أثبتش رؤية العين. حتى الرؤية في الآخرة مش هتبقى رؤية عين بقى. لا، هتبقى الرؤية كلها بالعين والجسم والكل، حتى عند أهل السنة مش بعينك فقط، بل تراه بكلك كما أنك تسمعه بكلك. فالعين ترى والجسم كله يرى، كما ان اليد تنطق وكل ذرة فيك تنطق وتسمع عند الله في الحقيقة والواقع. وان من شيء الا يسبح بحمده. فان كانت الاشياء مع دقائقها وجزئياتها تسبح، فانت جزئيات، فكلك يسبح، كلك لسان، فان كان كلك لسان فكلك اذن، وان كان كلك اذن فكلك عين، ولذا يرى بالكل ويسمع بالكل سبحانه. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته. يبقى انت فهمت بقى معناها، الجلال هي كل صفة قهرية، والملكوت هو كل ما غاب عن الحس من الوجود. يعني الله نفسه في عرف العلماء ملكوت، لانه غاب عن الحس، بل هو اصل الملكوت. ولكن هذا بالتعريف العام، لكن هم ما يقصدوش كده، هم يقصدوا الملكوت كل ما سوى الله من غير الحس. خد بالك مقصدهم غير المعنى العام. فالملكوت لو قلت بالمعنى العام هو كل ما لا يرى ولا يحس، فالله لا يرى ولا يحس بالحواس، يبقى دخل في الملكوت. لا، هم يقصدوا الملكوت كل ما سوى الله من الموجودات التي لا تحس، فلا يدخل فيه. خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده هنا الهاء هنا للنسبة لجلال ملكوته.
وتوحد بجمال جبروته. بين لك ان الجبروت جمال، لان لولا ان الله تعطف بوده عزه ما ظهرت اثار صفاته بارادته وتوجهها لقدرته، كما كان هناك اصلا غير الله. وعلى شكله الجبروت جاء من الجمال ولم يأتي من الجلال، وعلش كده رحمته سبقت غدا. لو كان الاصل الجلال ما ظهر سوى الله، ولكن لما كان هناك جلال وجمال والجمال سبق الجلال رحمتي سبقت غدا. فانبنى على ذلك عالم الجبروت وهو عالم الإرادة والأمر، كن فكان. وعشان كده هنا ربط الجمال بالجبروت. فانت لما تقرا المقدمة تعرف ان الامام القشيري ده كان عارف مش عالم، عارف بالله، وهو اعلى من العالم بكتير. الفرق بينه وبين العارف والعالم كالفرق بين الحي والميت. والعالم نقصد به من وصل الى درجة الاجتهاد، يعني العارف العالم هو مش احنا، احنا مقلدين، احنا لسه مقلدين، ما ينفعش يبقى علينا عالم اصلا. العالم ده لسه احنا ما وصلنالوش. العارف ده اعلم العالم بكتير، كالفرق بين الحي والميت. ربنا يعرفنا. وتعزز بعلو احديته. يبقى هنا الاحدية هي الحقيقة الأولية وهي الذات قبل تعلقها بأي متعلق، حيث استهلكت الأسماء والصفات فيها فلم تظهر لأحد، حيث لا يوجد أحد مع الأحد. نعم. طب ليه بقى الموضوع شرح يعرف ويعلم؟ يعني هم يعني كده معنى كلام المعرفة أو يعرف يعني أعلم من يعلم عندهم. طيب. ده في اصطلاح عشان يميزوا. ما هو اصل المعرفة دي لا تأتي الا بعد العلم، لابد من المرور بالعلم. يعني هم اللي قالوا كده برضه؟ لا، ودي الحقيقة. الحقيقة انت الاول تعلم وبعد ما تعلم تعرف. ما هو العلم، العلم جاي من العلامة. العلم، العلم جاي من العلامة، والعلامة هي الدليل. فالعلم ارتبط بالدليل. واخد بال حضرتك؟ لا، ما فيهاش غضاضة. بس إذا أنت وصلت للشيء بالدليل تبقى أنت لسه ما عشتش مع الشيء. لو عشت الشيء نفسه ما احتجتش لدليل. هل انت مثلا محتاج لدليل انك انت موجود قدامي بتتكلم؟ مش محتاج لدليل لانك عايش. خدت بالك ازاي؟ عايش هذا الموقف. فطالما عايش هذا الموقف متعايش معه، حاضر في ذهنك لا يغيب، حاضر في قلبك لا يغيب، فتجد نفسك انك انت خلعت حتى الدليل. دي مرحلة اخرى. واخد بالك ازاي؟ قدرت تتصورها تصورها، ما قدرتش ما اجراش حاجة. لكن احنا سلم لهم تعريفهم ليه؟ علشان تفهم كلامهم الاول. ما انت لازم تسلم لهم التعريفات بتاعتهم عشان تعرف تفهم كلامهم. لكن هل العلم ولا المعرفة؟ واخد بالك ازاي؟ العلم جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة للمعرفة، يعني مقصد للمعرفة. واخد بالك ازاي؟ لانك لا تعرف الا اذا تعلمت. فكأن المعرفة هي ثمرة العلم، ده بالترتيب العقلي. فاذا كانت ثمرة العلم هي المعرفة تبقى المعرفة اعلى، وان كانت لا تستغني عن العلم لانه هو اصله. زي الشجرة والثمر، هل الثمرة تستغني عن الشجرة؟ ما تستغنيش عن الشجر، لكن انت بتزرع الشجر عشان الثمر، وان كانت الثمره مرتبطه بالشجر. فهو ارتباط المعرفه بالعلم كارتباط الثمره بالشجر. لا دي اهم من دي ولا دي اهم من دي، لكن
لكن خلاصة مرادك من الشجرة هي الثمر، فخلاصة مرادك من العلم هو المعرفة. وعلشان كده قالوا العلم النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، دل أن هناك علم ينفع وعلم لا ينفع. والنبي لم ينفع عن العلم الدار صفة العلم، سماه علم برضه لكن جعله لا ينفع. فقالوا أن العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا معرفة لله فيه، وقالوا العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يورث الخشية من الله. فأي علم لا يورث الخشية ولا المعرفة فهو لا ينفع. ليه؟ لأنك شغلت بالعلم عن المعلوم وبالدليل عن المدلول وبالتعريف عن المعرف، يبقى أنت حجبت. وعشان كده قالوا من علم ولم يعمل فهو محجوب، لأن حجب علمه عن المعلوم، لأن العمل هو ثمرة العلم أساسا. فمن عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعد، يعني صار عارفا. في الحديث يقول كده من علم من عمل بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا عمل، لأن اتقوا واعبدوا الله لعلكم تتقون. والعبادة عمل، عمل جوارح وعمل قلب، فهي المسألة كلها مرتبطة ببعضها، خدت بال حضرتك؟ فعلشان كده قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الأكوان إلا لنعلم، وما خلقنا إلا لنعبد، والعبادة ثمرة العلم عندما تكون بالمعرفة. كل دي معاني عندهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم، يعني كأن خلق كل الأكوان دي لتعلم، فخلقها للعلم. ثم خلقنا نحن للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان العلم هو أصل العمل والعمل هو أصل العبادة والاثنين يحتاجون للإخلاص، لأن لازم اللي هي الطريقة اللي هي القصد أن تكون مقصدك في العلم والعمل الله، ثم بعد ذلك ينبني عن ذلك كله يروح اللي فيه مع الإخلاص الخوف من الله، فيتولد من هذا كله الخشية، فيبقى العلم النافع هو الذي يتولد معه الخشية. والخشية هي مهابة تعتري القلب فتؤثر فيه فتجعله خاضع لمن تخاف منه، دي معناها الخشية كده، شيء يعتري القلب يجعله باستمرار خاضع لما يخاف منه، فهي دي الخشية الحقيقية، فلا تنفك عن القلب، فيبدأ القلب خاضع لرب. فأي علم لا يورث هذه الخشية يبقى علم ضعف، واخد بالك؟ ايه علامة الخشية دي؟ يبقى احنا قلنا علامة الخشية اربع حاجات، عدم النظر الى الخلق والدنيا، والنظر هو نظر القلب لا نظر الحس، لما يتكلموا عن نظر برضه يتكلموا نظر القلب لانهم علماء القلوب، فهمت ازاي؟ عدم النظر الى الخلق والدنيا ومجانبة النفس والشيطان، اربع علامات للخشية، يعني اللي عند الاربع علامات دي يبقى عنده خشية، واللي عنده خشية يبقى عنده علم نافع، واللي عنده علم نافع يبقى ممكن يتدرج ويتجلى الله عليه فيصير عارفا لمقام الشهود. خدت بالك؟ دي كلها عندهم برضه ايه ترتيبات كده رتبوها
واخد بالك ازاي بمقتضى معايشتهم بالشرع الشريف. خدت بال حضرتك؟ بس ايه المسألة؟ خلاص عديها مش شرط يعني دي هي دي الالات بلاش ينتقل خليه النهارده في العالم يعني خلينا النهارده في العالم اللي انت ايه مستريح له ان تعبر لك انك تراه واللي يرى الشيء في حاجة اسمها حق اليقين وفي حاجة اسمها علم اليقين وفي حاجة اسمها عين اليقين وده القرآن به واليقين هو العلم منبع العلم معلش هو سمها بقى كده سموها معرفة ما احنا لا نشحك الاصطلاح زي ما جمع علماء النحو سموا المرفوع القائم بالفعل فاعل تيجي تقول انه في هناك فاعل مع الله يقول لك ده مشرك تروح لعلماء التوحيد يقول لك انت مشرك واحنا عندنا مين فاعل اي فعل ليه فاعل في النحو واخد بالك ازاي لكن عند علماء التوحيد يقول لك الفاعل هو الله فتيجي تروح مع بتوع النحو وتقول لهم انتوا مشركين هم ما يقصدوش الشرك هم يقصدوا القائم بالفعل في الظاهر فانت لما تخش في اي دراسه في اي علم لازم تخضع للاصطلاح القول الاول عشان تعرف تتعلم يا سيدي الفقهاء داروا مع الحديث والقرآن وعملوا قواعد في الفقه وعملوا مصطلحات ما يعرفهاش الصحابة تعرف انت لو جالنا الصحابي الوقت وقعدنا نقول له قواعد اصول الفقه هو كان عايشها ولكن مستوعب هذه العبارة تبدأ بقى دي تيجي تقولها بصيغة العبارة اللي هي اصطلحت عليها ما يعرفهاش لكن هو عايش فهمت ازاي هذه المعاني كانت الصحابة عايشاها اللي احنا بنقولها دي لكن كل الحكاية ان جال علماء صاغوها في عبارات بس ادي كل الحكاية فكرة ان في حد ألف علوم ده النبي هو اللي جاب كل العلوم دي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع كل العلوم دي كلها اصل واخد بالك ودي سر معجزته صلى الله عليه وسلم انه صدر ينابيع الحكمه في قلوب الناس فكل حكمه تاتي على لسان اي واحد اصلها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي المساله بس فهي كلها مصطلحات انت قابلت مصطلح القوم هتخش وتتعلم علومهم وممكن بعد كده تقبل منها او ترفض منها مدرس يعني ما فيهاش ايه اصل الحكايه مش اجبار واخد بالك لكن الاول تتعلم مصطلح المصطلح ده مش انا اللي عامله على فكره عشان تكلمني واخد بالك مش انا ده اتعمل قبل ما تولد وقبل انت ما تتولد ما خلاص مش اشكال مش مهم تفهم كل حاجه النهارده عارف الامام الاصمعي كان عالم كبير في اللغه راح للخليل ابن احمد عشان يتعلم علم العروض ما عرفش يتعلم كل يوم يروح له ما فيش فايده اما يقول له بيكون شعر كده يعني اذا صعب عليك امر اتركه واذهب لغيره فراح ما رجعش فاهم على طول واخد بالك فالحكايه سهله يعني حكايه الحمد لله ان ربنا ما جعلش الجنه مفتوحه للي يفهم الحته دي بس ومقفوله عن مدينة الاهل الجنه واسعه تسع اللي يفهم الحته دي واللي ما يفهمش الحته دي واللي يعترض على الحته دي واللي ما يعترضش على الحته دي واخد بال حضرتك الحكايه فانت يعني احنا الوقت بنشرح يعني يمكن انا مش عارف اشرحها لك ما يدريش حاجه مش شرط تعصرني بقى يمكن يجي لك واحد يعرفنا واخد بالك ازاي والا هنضيع القعده ونضيع الناس اللي قاعده دي كلها علشان ما هنفهم حضرتك وغالبا مش هنفهم حضرتك فيبقى كده احنا ضيعنا القعده فانت الاحسن من باب الايثار انك انت اللي تفهمه خير وبركه واللي ما تفهموش انت لوحدك ممكن نتناقش فيه لوحدنا عشان ما نضيعش ايه الوقت ملك الناس كلها خدت بال حضرتك يتعزز بعلو احديته ايوه ايوه من الخطر واحد الدنيا ما احنا ايه علامات ايه ثلاثة الشيطان اربعة الخشية ما احنا قلنا اربعة علامات اربعة الخلق والدنيا ادي اثنين والنفس والشيطان ادي اربعة
عبد الاسود. ها؟ ده عملية فعلا. يعني انا مش عارف هستمر معاك ولا مش هستمر. الله اعلم. يعني لو استحملنا بعض ممكن نستمر. لو ما استحملناش بعض ما يجراش حاجة بقى. هنبقى حبايب برضه. احنا هنستحمل ونستحمل. طب. يا سيدي يا دكتور. ايوه. يعني ايه استهلاكة في الذات؟ يعني غير هم بيكتبوها كده على فكرة. السهروردي ذكرها كده في كده. هو يقصد ايه؟ يقصد ان الذات كانت غير موصوفة. يعني غير موصوفة يعني اصل الصفة بتحتاج لمن يعلمها. وما ولا يوجد من يعلمها سوى العليم. وهو يعلمها وحده. فغير معلومة لدينا. فهو بيتكلم عليها من جهتنا. لا من جهة الله عز وجل. يعني اذا عرفت الجهة انفكت. هو بيتكلم من جهة الخلق لا من جهة الخالق. لما يقول لك ان الصفات غير معلومة يعني معلومة لان ما فيش من يعلمها سواه. فهمت ازاي؟ فتنفك الجهة. نعم نعم نعم. معظم كلامهم على فكرة كده. اذا فكيت الجهة تلاقيه حل. وابن عربي معظم كتبه لو فكيت الجهة تلاقي كلامه معبوس. لو ما فكتش الجهة دي تقول يا ده الراجل ده مجرم. ده الراجل ده عمل عمل ايه الكلام الكفر اللي كاتبه ده؟ لان ما خدتش بالك من الجهة. هو بيتكلم من جهة غير الجهة اللي انت بتحاول تفهم منها الكلام. وتعزز بعلو احديته. وتقدس بسمو صمديته. يبقى الاحدية احنا قلنا الذات قبل ان يعلم لها صفات. هذا من جهة الخلق. اسمها الاحدية. والمتحقق بيها يعني الذي يراها ولا يرى سواها حيث يرى كل ما سوى الله عدم حتى مع وجوده يتحقق بهذا يسميه مقام جمع الجمع. يسميه مقام جمع الجمع عندهم بقى. في حاجة اسمها بعد كده بقى ايه؟ الالوهية. الالوهية عندهم برضو ليها معنى غير الاحدية. الالوهية والوحدية حاجة واحدة عندهم. الالوهية والوحدية حاجة واحدة. وهي ظهور الحقيقة بشرط تعلقها بالكليات والجزئيات. بعدما تعلقت الحقيقة الاولية سبحان اللي هي الله الوجود الحق وتعلقت بجميع الكليات والجزئيات التي هي اثار الصفات اللي هي الخلق بعد ذلك. هذا التعلق يسموه تعلق الالوهية. واخد بالك ازاي؟ او تسميه تعلق الواحدية. فالواحدية تقتضي التعدد في الصورة والاحدية في الحقيقة. تقتضي تعدد الصفات في الصورة يعني مقتضياتها في الصورة في الحس. لان لولا تعلقها ما ظهر. فالله سبحانه وتعالى خالق. لولا انه خالق ما ظهر مخلوق. لولا انه رازق ما ظهر مرزوق. واضح؟ فصار المخلوقات كثيرة. فاذا فيهما نوع من التعدد اهو. وان كان في الحقيقة الخالق واحد. فعلشان كده الواحدية تقتضي التعدد في الصورة. تعدد التعلقات في الصورة. تعدد التعلقات في الصورة. واخد بالك ازاي؟ واذا نظرت لهذه الصفة مع في البدء فهي في بدء الوجود فهي صارت تعددية في البدء نفسه لما خلق الخلق. لما خلق الخلق. لكن هو خلق الخلق وتركه هملة ولا يمده؟ فاذا نظرت الى الامداد بعد الايجاد سموه تعلق الربوبية. يسموه تعلق الربوبية. فبتبالك كل دي برضه عندهم مصطلحات. يبقى تعلق الربوبية هو بالنظر الامداد امداد الالوهية لتعلقات المرادات الالهية. لان لولا هناك امداد لم تقعت التعلقات. وما ظهرت التعينات. فهمت؟ نعم نعم. والامداد ده
لابد منه من الرب للمردود، لان المردود مفتقر لانه اصله عدم. فلو انقطع الامداد رجع لاصله، لو انقطع الامداد رجع لاصله العدم. فلولا ان الله سبحانه وتعالى يمد مقتضى تعينات تعلقات صفاته باسباب ظهورها ما ظهرت وما استمرت، بل هي اصلها ظلمه. فلما تجلى عليه باسمه النور او باسمه الظاهر ظهرت كوجود النور على الاشياء التي لها ظل فتظهر، لو لم تكن لها ظل ما ظهرت. وهو الذي مد الظل، الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. وهو ظل الاشياء وتعلقاتها التي ظهرت بتجليات اسم الظاهر النور، فلولا هذا ما ظهر. كل دي معاني هم برضو استنبطوها، واخد بالك ازاي، عاشوها، وبعضهم شافها بقى مش شايفها يعني بعينه، يعني شايفها بكله، لدرجة ان بعض الناس تستهلك فيه. اللي بيتحقق بمقام الالوهية او الواحدية الذي ظهرت فيه التعددية يسموه مقام الجمع، مقام الجمع. يبقى في مقام جمع الجمع وفي مقام الجمع. الجمع هو متحقق بايه؟ بمقام الالوهية او الواحدية. والمتحقق بمقام جمع الجمع هو متحقق بايه؟ بمقام الاحدية. خدت بالك الفرق بينهم؟ كل المقدمة اللي بفرشها لك دي كلها دي هتسهلنا بعد كده هنجري في الكتاب. ما لازم الاول نقول مقدمة كبيرة عشان بعد كده نمسك الكتاب بقى نجري. نبقى عرفنا الحتة دي كلها من ايه ما نقعدش فيه. وتقدس بسمو صمديته. الصمدية اللي هو اللي هو القائم بذاته غير محتاج لغيره والقائم بحاجات غيره. فالكل مفتقر اليه وهو لا يفتقر اليه الى شيء. بمعنى الصمدية قائم بذاته وقائم بحاجات غير كل موجود اوجده. فالكل مفتقر اليه وهو لا يفتقر الى شيء سبحانه وتعالى. وتقدس يعني تطهر منها القدوس. والقدوس من معاني كلمات عندهم برضو هو المطهر من الكمالات مش من النقائص. تبغاز منهم بقى او تبغاز اخونا مطهر من الكمالات. قال لان الكمالات متصورة، حتى الكمال المتصور عندك هو مطهر منه كمان. فهمت المعنى؟ فلما تيجي تقرا لهم يقول لك المقدس والمطهر من الكمالات في حافل الكتاب، ايه الحال المجرمة دي؟ لا هم مش مجرمين، ده هم ليهم معاني اخرى عالية انت مش واخد بالك من اسلوبهم. لو فهمت لغتهم تعرف انهم اولياء عارفين علماء كبار متشرعين متحققين، دي الحقيقة. لكن مش كل الناس عرفت تاخد منهم جواهرهم. وهم كمان كانوا متعمدين كده، يقول لك علشان احنا هنرمي العلم بتاعنا ده بعد ما تعبناه لكل واحد كده يفهمه بصورة، والله لا نكتبه بالالغاز، لا نكتبه بالالغاز عشان يصدوا عنه كل دخيل وما يعرفوش الا المتحقق. خدت بال حضرتك؟ كانوا ليهم مقصد. هو السديد؟ ها؟ وهو السديد؟ ما يجرش انت شايفه غير سديد، هم كانوا شايفينه سديد. انت ما يجرش حاجه، احنا ممكن نختلف من وجهات النظر، ما يجرش حاجه، وبنبقى برضه حبايب ولا يزالون مختلف. اصل ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل الخلاف ده ليه بقى؟ جعل الخلاف للتكميل مش للتنقيص. عشان كده ربنا جعل الناس لا يزالون مختلفين عشان نكمل بعضنا البعض. انا شايف الموضوع من وجهه، تروح انت مختلف معايا انك تشوفه من وجهه ثانيه، وده مختلف معايا واجب شوفه من وجهه ثالثه، وده مختلف معايا واجب المهم احنا نقعد مع بعض نتخانق مع بعض مئات السنين نروح شايفينه من جميع الجهات. يبقى الخلاف ده خلانا شفنا الموضوع من جميع الجهات.
يبقى جعل الله سبحانه وتعالى الخلاف ده للتكميل مش للتنقيص. نعم. وجعل تدافع الناس في الحقيقة مش للتناحر وللطباع البشرية زي ما يظن الكفار، لا أبدا، للظهور الأصلح. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، خدت بالك؟ ودفع الناس مش شرط بالحرب والقتال بس، بالأفكار كمان، واخد بالك؟ كل ده هيظهر الفساد لولا التدافع ده. يعني هم العلماء لولا الناس اللي اعترضوا فيهم كانوا ألفوا الكتب في الأدلة على الرد عليهم، ما كانتش ظهرت حلاوة الأدلة دي كلها. يبقى تقدس عندهم هو المطهر عن الكمالات، اي ايه؟ الكمالات المتصورة. لان اصل انت يا انسان اي كمال تتصوره هو فرع اللفظ الذي طبعه قالبا لهذا الكمال، مش هي كده؟ مش التصور فرع المعنى والمعنى جاي من اللفظ، مش هي الحكاية جاية كده؟ فانت اذا تصورت كمال وصغت له لفظا فصار هذا الكمال عندك متصور، فاذا نسبت هذا الكمال الى الله فقد صورته، صار متصورا في الذهن سبحانه مقدس عن هذا التصور. فهمت المعنى بتاعهم؟ عالي بقى. معنى عالي ولا مش عالي؟ معنى عالي. يبقى لما تيجي فالله على خلاف ذلك، حتى ولو كان اللي في بالك ده هو اكمل كمال، هو بقى حتى اكمل الكمال اللي انت تتصوره ده بقى الله سبحانه وتعالى فوق ذلك منزع عنه كمان. شفت قد ايه؟ انما لما تيجي تكلم الناس المبتدئين تقول المقدس هو المطهر عن النقائص، هم بقى ما يسمعوا الكلمة دي توجعهم، يقول ازاي اصلا تتصور في حقهم النقائص حتى تنفيه؟ كيف يتصور في حقه النقائص كتنس فيتضايق منها؟ الكلمة دي يعتبرها مش تنزيه، يعتبرها ده تجريح. فهمت ازاي؟ لكن هو اما يجي بقى طب انت عايز تنزه، طيب انا حصفه بكل الكمالات، يقول له لا ده منزه حتى عن وصفك، لان وصفك بناء عن تصورك وتصورك بناء عن ايه؟ عن فهمك. والله طاهر فوق فهمك وفوق تصورك، شو قاهر فوق عبادي؟ يعني فوق حتى عقول عبادي، فوق حتى تصور عبادي. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، عشان يريحك. طب مش ممكن بعد اذنك توصف بالجمال يعني بدون اي تصور؟ لازم اوصف اصبر جمال، اكون تصورت الجمال ده في مين؟ خلاص لو ما تصورتش تبقى جميل، يبقى جميل، خليها كده حلو. لكن قد ياتي واحد غيرك يقيد هذا الكمال، ايه رايك؟ قد ياتي واحد غيرك يقيد هذا الكمال، او الكمال ده يبقى في ذهنه له معنى مقيد، فنقول له يا استاذ انت اللي عندك انت تصوره غير مقيد مطلق، جميل، لكن هذا التصور المطلق ما بيمشيش مع كل عقول البشر. طبعا التعريف حضرتك اللي وضعوه بيوضع لطائفه معينه من البشر مش الكل بقى، لا للكل. وبعدين في ناس بترتقي، فتبص تلاقي الناس لما بترتقي تبص تلاقي خرج هو من الحته دي لانه فهمها خلاص مش محتاج، لكن الاول بيتحط للكل، واخد بالك ازاي؟ التعريف مش جامع مانع، مش شرط، ما هم ما يقصدوش برضه يبقى جامع ولا مانع، لان دي اشارات تذوقيه مش قوالب لفظية. اصل علم التصوف ده مشكلته اللي الناس اعترضت عليه كتير، لانه اذواق، والاذواق كل واحد يصفها بطريقة شكل، وعشان كده هيفضلوا الناس لحد يوم القيامة ده يعترض على الكلمة دي وده يقول ليه قال كده وليه مش عارف قال كده، لان انا اديتها لك مثال بسيط حسي، انت اشرب كوباية الشاي وانا اشرب كوباية الشاي، انت اوصف لي طعم الشاي وانا اوصف لك طعم الشاي بالفاظ، كل واحد هيوصف وصف شكل، صح ولا لا؟ مع انه الشيء واحد، فهم نفس الحكاية، فهم وصفوا امور معنوية احسها في قلوبهم لم تصغ لها الفاظ، فكل واحد حاول يصغ لها لفظ، ادي كل حاجة. في بعضهم نجح بقدر الامكان والطاقة،
وبعضهم فشل وبعضهم قال كلام مهم لدرجة كسروه وادوه في داهية وقتلوه، وبعضهم قال كلام قالوا ده مجنون، وبعضهم قال ده كلام قالوا ده راسي عالي، وهكذا اختلفوا كل واحد قال بطريقة شكل، لان هو كمان لما بيقول كل واحد بيقول حسب ذوقه في حال مقامه، فقد يتعرف على المعنى في حال مقام دمع الجمع فيعبر عنه بحال، وبعدين يبقى هو وهو متحقق بمقام الجمع يعبر عنه بلفظ اخر، وهو نفسه نفس الشخص، لان هنا لها معنى وهنا لا معنى. حاجة اسمها مقام الحيرة، الحيرة انك تحتار، سبحانه وتعالى لانه قاهر، اصل انت مش هتوصل للاخر تقول انا وصلت، محدش يقدر يقول انا وصلت، ولا سيدنا جبريل، لأن فوق كل ذي علم علي سبحانه وتعالى، وبحر العلوم واسع، وعلشان كده الأمور مش بالسهولة اللي أنت متصورها، فهم لما ولجوا هذا البحر غرقوا فيه، واخد بالك ازاي؟ غرقوا فيه. للناس إيه المشكلة يعني؟ ما ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض آياته فيها المتشابه فتنة للناس، وهي آيات القرآن. في اكثر من كده، منه ايات محكمات واخر متشابهات. هو انت عايز تبقى الاولية؟ ما هو الاولية دي ايات دل على وجود الله، الاولية ايات دل على وجود الله، خدت بالك ازاي؟ فمنها المحكمات اللي هو الولي الموصل، ومنها المتشابهات اللي هو اللي يوديك في ده لو مشيت وراه. وعلشان كده هم قالوا ان مش كل الاولية تمشي وراها، ليس كل ولي عارف يقتدى به، هم جعلوا شروط برضو اللي بيقتدى به تمشي وراه، مع الاعتراف بان الثاني ولي وكل حاجه، لكن ده ما مشيش وراه. اه ولي وكل حاجه، سلام عليكم، انت راجل زي الفل، لكن انا ما مشيش وراه، خدت بالك ازاي؟ انت مش ذكر، لان ده يغرقك، الثاني ما يغرقكش، خدت بالك؟ وهكذا زي ما في القران كده، منه ايات محكمات واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ايه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة في قلوبهم زي فيتبعون متشابههم وما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. معناه الأرقام الثاني اللي يمشي وراه اللي يمشي وراه. إيه؟ الأرقام الثانية. الأرقى اللي تمشي وراه. طب هو ده اللي يقتدى به، هو ده اللي يتحقق بمقام النبوة الكامل. واخد بالك ازاي؟ هيجي لك كل الحاجات دي هتجي لك. أيوه اتفضل. لا لا ده هم على فكرة هو كلامهم ده كله مقتبس من اشارات قالوها واتجمعت، وجاء صاحب الرسالة القشيري دي جمع لك اقوالهم واشاراتهم، وابتدى من هذه الاقوال والاشارات مع معايشتهم ومعايشة ما هم عليه ايضا بالمجاهدة، ابتدى يقدر يطلع الحاجات دي كلها. ادي كل الحكاية. وبعدين بعد كده ابتدت برضو الناس حتى بعد التصنيف ده، تصنيف الرسالة القشيرية، بدأت ناس كمان تزود معنى اخر وتضيف معنى اخر وتحذف معنى ثالث، والباب مازال مفتوح. اللي هو زي اي علم في الدنيا، هو علم الفقه خلص ولا وقف؟ اخد بالك ازاي؟ لا مش اكبر، لا مش اول، لا مش اول. التصوف ده كان على لسان الصحابة، ده جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالالفاظ، واخد بالك ازاي؟ الواقعيه والمعايشات، والصحابه ليهم اقوال خدوها من الصحابه، من فم الصحابه، خدت بالك ازاي؟ وكتبوها وعيشوها، فالصحابه نفسهم هو اول من عاش هذه الحقائق. هي المعاني، انا ما بتكلمش عن المعاني، ما احنا بنتكلم، ما هي دي الحقائق، دي هي دي المعاني اللي هي طرأت في قلوبهم، اللي هي المواجيد. أساسهم هذا العلم، يعني كانوا يصفون أحوالهم ولا كانوا بيرسمون لنا الطريق الذي نصر به إلى الله فنصر إلى الله كما وصل. في منهم المسلك، الشيخ المسلك كان يصف لك الطريق، والشيخ اللي هو غير مسلك اللي هو فتح عليه ولكن لم يبلغ لدرجة إن هو يبقى أصلا موصل، ده قال اشياء، وعشان كده الحكمه ضلت المؤمن، كانوا بياخدوها من فم المجازيف، احيانا كان يسمع الحكمه من فم المجازيف. نعم كتير، ما فيهاش مشكله عنده، لكن لا تقتدي بالمجذوف، خدت بالك ازاي؟
قد تأخذ منه الحكمة لكن لا تقتدي به. هذه دي المسألة. وما الفرق بين هذا المسلك ومسلك مثلا خالف السلف؟ اللي خالف السادة الصوفية ما فهمهمش بس، عارف، لأنه هو خالف الصوفية اللي هو فاهمهم في مخه مخالفين للشرع. فلو انت دخلت مخه وفهمه هتلاقي نفسك انت مخالف اللي فهمه ده برضه، واخد بالك ازاي؟ يعني لان هو مفهومه عن الصوفي اللي بيخالفه ده اللي هو الراجل اللي يقول كلام موهم، اللي هو مش فاهم حاجة، اللي هو بيقول انا رفع عني التكليف، اللي هو ما بيصليش، اللي هو، واحنا كلنا مخالفين هذه الصوفي، فهمت ازاي؟ فهو لما بيخالف الصوفي بيخالف هذه الصورة اللي فاهمها. فانت لو تصورت الصورة اللي فاهمها هتقول له انا ايدي في ايدك، انا كمان اخالف، خدت بالك ازاي؟ عشان كده حتى الرسالة دي اللي صنفها قال ان في ناس كتير ادعوا ان هم متصوفة ومش متصوفة، فانا عايز الحق الفها لكم قبل ما ايه ما يضيع العلم ده، تلحقوا تشوفوا صفاتهم ايه، لان في ناس برضو دخلوا في الموضوع مش هم مش منه. ادي المسألة. وتقدس بسمو صمديته وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير سبحانه ليس كمثله شيء، وتنزه في صفاته عن تناه وقصور. عن تناه وقصور يعني لا نهاية لكماله سبحانه وتعالى، لأن إذا كان هناك نهاية يبقى كأنك أحط به ولا يحط به علم سبحانه وتعالى. فلا تناهي، كلما تصورت أنك وصلت لنهاية الفهم فالله فوق هذه النهاية، لأنك إذا وصلت لنهاية وكان له نهاية فقد أحيط به علما، والله لا يحط به علم سبحانه وتعالى. وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، يعني المشابهة، المضارعة هي المشابهة، وكل نظير أي كل متصور أن يكون هناك وهذا المتصور غير موجود أصلا، واخد بالك ازاي؟ زي ليس كمثله، يعني الكاف هنا هل زائدة؟ واخد بالك للتوكيد، لان هي ليس مثله شيء. نعم. هل له مثل فهو مخالف للمثل؟ طيب علشان نقول ان الكاف للتشبيه، لا الكاف هنا زي ليس مثله وزائله للتاكيد، واخد بالك ازاي؟ ادي المساله. فهنا نظير مش معناه ان له نظير هو سبحانه وتعالى تكبر عن مشابهته، لا دي يعني ليس له نظير يضارعه سبحانه وتعالى اصلا. قبل لم تكبر، لان الـ 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 التكبر يقتضي عدم المشابه بس. وتنزه في صفاته عن كل تناه وقصور، له الصفات المختصة بحقه سبحانه وتعالى. تنزه في صفاته عن كل تناه وقصور، ما انا قلت لك التناهي هي منتهى الكمالات، فان كان هناك منتهى لكمالات متصورة فهو فوقه. نعم. ادي التناهي. نعم نعم. والقصور هي النقص، او النقص عن ادراك الكمال، مش النقص ايه النقص اللي هو ايه اللي هو اصلا اللي هو عكس الكمال، لا القصور هو النقص عن ادراك الكمال، واخد بالك؟ فان كان هناك نقص عن ادراك الكمال او هناك قدرة على ادراك الكمال فالله سبحانه وتعالى فوق هذا وفوق هذا، لا يحاط من اي جهة، له الصفات المختصة بحقه. نعم اتفضل. لا قد يختلفان احيانا، واحيانا يقصدوا بها معنى واحد، واخد بالك؟ يعني قد يكون مترادفان في بعض الالفاظ عندهم وقد يقصدوا بها معاني متفاوتة، فلما بتيجي كل جملة بتشوف اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، خدت بالك؟ له الصفات المختصة بحقه والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه. الآيات هي الدلالات العقلية والنقلية لأهل الحجاب اللي هم العلماء، يسموهم أهل الحجاب، العلماء يسموهم أهل الحجاب ليه؟ لأنهم وقفوا مع الدليل فهم محجوبون بالدليل. يبقى الآيات هي الدلالات العقلية والنقلية للمحجوبين وهم العلماء، حيث أنهم حجبوا بالدليل فلم يصلوا للمدلول إلا بالدليل. سيدنا علي ما كانش كده،
سيدنا علي بيقول عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، يبقى ده عدى الدليل. يبقى سيدنا علي كان مش من اهل الدليل، ده كان من اهل الكشف. خدت بالك ازاي؟ والكشف لاهل الشهود. نعم طبعا، فهو فوق كل دليل سبحانه وتعالى، بل هو دليل الأدلة. طبعا 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 نعم سميها. لا لا، اصل في فرق بين الشاهد. شوف هقول لك حاجة، في فرق بين من يرى الحقيقة من وراء الستارة ومن يراها بعدما رفعت الستارة. في ايوه لا خلاص، هي عنده ما يجراش حاجة. اصل شوف لازم تحترم تصور كل واحد، ما يجراش حاجة. اصل انت مش لازم تخلي كل الناس تصورها زي تصورك في نفس المعنى، ما يدرش ما يدرش. ايوه بس كده برضو كر عليها بالبطلان. ما يكرش عليها بالبطلان، معلش. هو اعتبر ان الشهود نفسه وسيلة للوصول. خلاص بقى، خلاص ما تمشي خلاص، مشيها عنده، مشيها عنده. هنمسك في خناقه يعني. هو شاهد ده بعد ما شاهد انت مش وصلت بالشهود. خلاص، هو اعتبر الشهود نفسه دليل. حلو، كلامه حلو، بيمشي ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، يمشي. انا شايفها انها تمشي، ما يجراش حاجة، بطيح من اهل دليل، خليها تمشي عشان انا كمان امشي. ان شاء الله. والايات الناطقة بانه غير مشبه بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسبحانه من عزيز لا حد يناله، لا حد يعني لا شيء يحصره، يناله يحدده، يعني لا يناله وصف، ولا عد يحتاله، ولا كثرة. يعني ايه العد؟ اللي هي الكثرة. ويحتال يعني يقدر عليها بالاحتيال، حتى الاحتيال الله سبحانه وتعالى فوق هذا. ولا امد يحصره، يعني ما تقدرش تحتال باي طريقة حتى ترى ما لا يريك. واخد بالك ازاي؟ ولو حاولت بكثرة الطرق وتعددها لا تحتال الا ما يفتحه عليك هو سبحانه وتعالى، فلو حاولت بنفسك ما استطعت. ولا امد يحصره، ولا امد يحصره، الامد اللي هي الغاية. ولا احد ينصره سبحانه، ولا ولد يشفعه فلا شريك له، ولا عدد يجمعه فهو واحد احد، واحد احد. ولا مكان يمسكه. طب ما هو الواحد ده عدد. ما هو الواحد الاحد، عشان كده لما قلنا ان الواحد عدد رحنا منعناه بالاحد. فالواحد يقتضي تعدد التعلقات. فهمت ازاي؟ وعلشان كده احنا قلنا الواحد هي صفة الالوهية التي فيها تعدد تعلقات الصفات. لان الواحد تحطه قدامه صفرين بقى 100، تحطه قدامه 3 صفر بقى 1000، تحطه قدامه 9 19، تحطه قدامه 3، لكن يفضل واحد برضه، لكن يظهر بصور متعددة. مش كده؟ الواحدية اللي هي تعدد تعلقات الصفات، والأحدية اللي هي حيث لا تعلق ظاهر. دي بقت واضحة، دي احنا المفروض تبقى واضحة خالص. الأحدية والوحدية من حيث الآثار. أيوه. وعشان كده ويقول لك واحد أحد. ما يقولش واحد ويسكت، وما يقولش أحد ويسكت. اللي يقول أحد ويسكت أنكر الموجود مع الله وهو الأكوان. نعم. اللي يقول أحد. ويقول واحد بس ويسكت يثبت مع الله وجود سواه. واخد بالك ازاي؟ فيروح في داهية. اللي يثبت مع الله وجود سواه مستغن به عنه
زي الفلاسفة. ما هو الفلاسفة اثبتوا قدم الاكوان. نعم. قدم العوالم. بس الفلاسفة برضو ايه العلم في الفلاسفة دول كانوا بيشغلوا مخهم جامد. مش اي كلام يعني. مش تفتكرش ان هم اي هلس يعني. لا ده هم مشغلوا مخهم جامد بس كان مخهم بالرغم ان هم اذكياء مش معصوم. فبعدم العصمة وقعوا. مفيش الوحي اللي يعني نظروا لجهة. نظروا للحق من جهة. وخفيت عنهم جهات. فضل. فبتبالك لكن لما تبص للجهة اللي نظروها تجد ان الجهة دي لوحدها لو بصيت منها بس تجد ان كلامهم صح من جهة. وبطل من جهات. فبتبالك ازاي؟ فلما نظروا ان قالوا ان الله سبحانه وتعالى ما هو الفلاسفة اصلهم كفروا بثلاث حاجات. بسبب ثلاث حاجات. اللي هم مؤمن الفلاسفة. لان في فلاسفة اصلا كفار من الاول قالك ما فيش اله خلاص مع السلامة. دول كفروا من الاول خلاص. احنا نتكلم المؤمنين منهم اللي هم اثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى. اللي هم قالوا ان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول فاثبتوا ان هناك قديم مع الله. فقدم الاكوان قالوا بقدم الاكوان. لان قالوا ان العلاقة بين الله كخالق وخلقي علاقة علة ومعلول. وعلاقة العلة والمعلول لا تنفكان. فطالما انه خالق لازم يبقى فيه مخلوق. فطالما هو خالق منذ القدم يبقى فيه مخلوق منذ القدم. يبقى فيه وجود قديم مع الله. فاثبتوا قدم العوالم. فهمت ازاي؟ فكفر. خد بالك من الحته دي. لان ما نظروش للاحديه، نظروا للوحديه. لكن احنا نظرنا للاحديه والوحديه، شوف امه بقى متزنه، امه النبي دي امه موزونه. هم نظروا للواحديه اللي هي مقتضى تعلقات الصفات فلابد ان يكون لها متعلق، وجعل تعلقات الصفات بمتعلقه تعلق علة ومعلول. والعلة والمعلول عندهم لا ينفكان. عندهم كده لا ينفكان. علاقة جبرية عقلية عندهم كده. هل انت مثلا تقدر تقول بعد ما ابنك يتولد تقول انا مش اب؟ لا. تفضل اب حتى لو قلت انا قدام المحكمة انا مش اب. تجمع الناس في الازهر تقول يا جماعة انا مش اب. انت ليك ابن. انت بقى اب. علاقة علة ومعلول. واللي اتولد ده يقدر يقول انا مش ابن. لا. علاقة علة ومعلول ما تقدرش تنفك. انت مجبر فيه. هم جعلوا ان العلاقة بين الله والاكوان كعلاقة الابوة بالبنوة. فقالوا بقدم. قالوا بقدم الاكوان. فكفروا من الجهة. وقالوا بان الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فكفروا. تحققوا بمقام الرحمانية ولم ينزلوا لمقام الرحيمية. فالرحمن هي الكليات. والرحيمية هي الجزئيات. عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم دي لوحدها كده فيها ردود على كل الفلاسفة. لوحدها كده بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بالك؟ فيها كل عقائد المسلمين. قالوا ان الجزئيات شيء حقير والله سبحانه وتعالى منزع عن كل حقير، فازاي يشغل نفسه بالحقير؟ مخهم قال لهم كده. مخهم. ايوه كفروا للتاني. لان ارادوا ان يكملوه من حيث فمفهومهم عن الكمال. فالله مقدس حتى عن مفهوم الكمال. فهمت ازاي؟ اه نعم. ادي معنى مقطهر مقدس عن الكمالات. فهمت ازاي؟ اي الكمالات المتصورة في عقول العقلاء اللي هم الفلاسفة. فهمت المسألة؟ ولا زمان يدركه ولا مكان يمسكه ولا زمان يدركه. ها؟ في ايه؟ في كفر من الفلاسفة. التالتة اللي هم قالوا ان الاخرة العذاب فيها روحاني وليس جسماني. ده المؤمنين بينهم اللي اثبتوا حتى وجود اخرة. صدق ابن سينا قال الكلام ده. وقع في هذه الاشياء. نرجو ان يكون تاب منها قبل ما يموت. لانه تأثر بالفلاسفة تأثر شديد. وابن سينا كان عقله راجح شديد. يعني عقله مش قليل. لكن قال وقع في بعض الحاجات اللي زي دي. لكن نرجو ان يكون له مؤلفات بين فيها ان هو تراجع عنها قبل ان يموت ولم تصل الينا. احنا نحب نحسن الظن
للمسلمين. لكن اللي يقول كده بغض النظر عن تعيين من قال، واخد بالك ازاي؟ عشان كده الامام الغزالي الف كتاب تهافت الفلاسفة واتخانق معهم خناقة كبيرة. ولا مكان يمسكه، لانه مستغن عن عرشه. يبقى الحتة دي اللي قاعدين يعملوها لنا الجماعة الوهابية، مستقر على عرشه كاستقراري مش عارف على كرسي، هذا الكلام اللي قاعدين يقولوه ده بالمعنى اللاذع بتاعهم ده، كل الصفات على الحقيقة. نقول له الصفات قديمة والعرش حادث. فهمت ازاي؟ العرش حادث مخلوق. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، دي صفة مش صفة قديمة، لانها متعلقة بحادث. يبقى الاحسن تسيبها، ما تقعدش بقى تعمل عقلك فيها وتقول دي على حقيقتها. الاحسن كده، واخد بالك ازاي؟ سيبها. يقولك لا انا مش عايز اسيبها، انا عايز اقول الرحمن الله المستوي على عرش. طب يا سيدي ما يجراش حاجه. طب الخالق خلقه، طب ما هو خالق بالقدم، يبقى الخلق يعني قدامه، ما هو خالق قبل خلق الخلق. فهمت ازاي؟ فالاستواء هنا علشان كده هو بيجيب لك، بيرد على الجماعه دول. ولا اي ولا مكان يمسكه، على اعتقاد من ظن ان العرش يحمله. فهمت ازاي؟ يعني مصطلح الحقيقه مرن عندك ايه؟ يعني مصطلح الحقيقه عندك حقيقه ايه؟ يعني ما معنى إن هو نفسه عندك؟ لا هو انت عندك ايه هو؟ انا عندي صفات الله عز وجل على الحقيقه اللي تفاجئكم بيها. لا عند الاشاعره مش كده يا سيدي. لما ياخد اللفظ، اما يقول له يد وينزل الى السماء الدنيا، الاشاعره اللي هم اهل السنه، اللي هم الاشاعره والماتريديه، هم دول اهل السنه اللي هم اصلا بينوا فهم الصحابه اولا، فكانوا مفوضه، ثم بعد ذلك اضطروا ان هم يؤولوا ردا على الفلاسفه والمجسمه، فتحول مذهبهم من التفويض الى التاويل. رايهم ايه؟ بس الحته دي دقيقه، واخد بالك ازاي؟ والوهابيه مشيوا فيها ورا ابن تيميه، وابن تيميه ده في 600 هجريه، في القرن الثالث الهجري، والامام ابو الحسن الاشعري كان في القرن الثالث الهجري، فايهما اقدم وافهم؟ سيدنا ابو الحسن الاشعري، واخد بالك ازاي؟ استنى بس انا اقول لك يعني نقطه الخلاف اللي انت مش هتقتنع بيها برضه، لكن انا هقولها لوجه الله، واخد بالك ازاي؟ انا عارف انك مش هتقتنع بيها. كل اللي قرا لابن تيميه قفل مخه، لانه هو فطمهم عما سواه من العلماء في كتبه كده، هو طريقته في كتبه يفطمك عما سواه من العلماء، يقول لك اجمع الناس وقال الناس وسوى ذلك باطل، واوعى تدور وخلاص وانا بحثت، واخد بالك ازاي؟ ثم اما تقرا له خلاص تتفطم عما سواه، وكان كل العلماء كانوا في ضلال حتى جاء القرن السادس الهجري فاكتشف هو الحق فجاه، والناس اللي قبليه كلهم كانوا مش عارفين. ما جراش حاجه، في ناس تصوروا هذا، واخد بالك ازاي؟ لكن على اي حال احنا بنعذرهم لان هم يريدون التنزيه، بنعذرهم. لكن احنا في راينا كاهل سنه انهم جانبهم الصواب، جانبهم الصواب. انا هقول لك مذهب اهل السنه ايه في الحته دي، وايه نقطه الخلاف اللي خلوهم يسجنوا ابن تيميه. القضاه، قضاة اهل السنة هم اللي سجنوه، مش الحكام، فضال ومات مسجون عشان كده، لان النقطة دي مش كل واحد تاخد باله منها في كتبه. يقول لك له يد ليست كأيدين، ينزل ليس كنزولين، وكل لفظ يفهم على معناه الظاهر او الحقيقي، لان لا مجاز في القرآن، واخد بالك ازاي؟ ده رأيه كده. ونصف الله بما وصف نفسه به، ثم بعد ذلك نثبت اللفظ والمعنى على الحقيقة دون التأويل بالتكييف. ده كلامهم صح؟ طيب انا اقول لك بقى اهل السنة قالوا ايه ردا عليه. قال لك احنا نثبت اللفظ لانه وصف نفسه باللفظ، ونصرفه عن معناه الحقيقي او الظاهر الذي يستوجب التشبيه
ثم بعد ذلك نقف مذهبان، مذهب يصوب اللي هو الصحابة، ومذهب يؤول اللي هم الخلف. خدت بالك ازاي؟ ابن تيمية، استنى بس، اصل معنى فرع التصور والله غير متصور، فلما يثبت المعنى على ظاهره اثبت، اثبت اللفظ على ظاهره اي اثبت معناه المتصور، ثم بعد ذلك نفى من هذا المعنى المتصور الكيف. استنى بس استنى بس استنى بس، ما هو نفى من هذا المعنى المتصور حتة الكيف، فكأنما نفى ما اثبته. وعشان كده هم قالوا عليهم جهلة، اهل السنة قالوا لهم انتوا كده جاهلة. ليه جاهلة؟ لانكم متناقضين، لانك اثبتت ثم نفيت ما اثبت، وعلى شكل ما قلناش عليهم كفار. خدت بالك ازاي؟ لكن كلامهم اوهم التجسيم، وهم لم يجسموا، بس كلامهم اوهم التجسيم. احنا ما قلناش عليهم مجسمة، هم مش مجسمة برضه، لكن كلامهم يوهم التجسيم، وهم نفوا التجسيم. فهم قالوا لهم احنا عايزينكم تصيغوا عبارة غير العبارة بتاعتكم التي توهم التجسيم، وتخمشوا بالعبارة اللي مشي عليها اهل السنة قبل انت ما تتولد يا ابن تيمية. الناس اتفقت على الكلام، قال لهم لا، اراتي وقال في سيف اخذ هذه العبارة. قالوا له بس العبارة دي مهمة يلزم منها كذا وكذا. قالوا لهم لا، انا لا اقصد لازم كلام، انا ما اقصدش كده، لكن هي العبارة كده. الصحابة فهمت كده، قالوا لهم انت دخلت فهم الصحابة وانت كنت عايش معهم؟ يقولك اه هم فهموا كده، واخد بالك ازاي؟ فاعتبر فهمه هو فهم الصحابه، واعتبر فهمه هو هو فهم السلف الصالح، واعتبر فهمه هو الاجماع، واعتبر فهمه هو كل مخالف له ضال، وفهمه كان يوهم يستلزم منه التجسيم، وهو لم يقصد التجسيم. فقالوا له يا ترجع عن كلامك يا مسجنك، قال له مش هرجع عن كلامك، سجنوه. خدت بالك ازاي؟ ادي القصه بتاعت ابن تيميه. فاحنا مش بنكبر، هم يثبتوا، ما هم انتوا مشيتوا وراه اصلا، فهموكوا ده وده ماشي وراه اصلا، واخد بالك ازاي؟ والدعوه الوهابيه اصلا طبعت كتبه وجعلتها مذهبها، وعلشان كده صارت الوهابيه وابن تيميه بقت حاجه واحده. خدت بالك ازاي؟ ليه؟ لان اعتبروه مذهبهم، لدرجه ان لما تيجي تناقش الامام الشافعي، واخد بالك ازاي، والامام احمد بن حنبل، وترجح راي احدهم على الاخر ما يتضايقوش. اول ما تيجي تناقش الامام ابن تيميه وغيره وترجح راي غيره يتضايق. طب اشمعنى؟ اشمعنى يعني؟ اسمعني بس، اشمعنى بس يعني اعتبر ابن تيميه امام من الائمه اللي يؤخذ منه ويرد زي بقيه الائمه؟ لما بنيجي نقول ان ده قال وده رد عليه ما بتتنرفزوش، اول ما يبقى فيها ابن تيميه النرفزه كلها فيه. ما انا قلت لك نقطة الخلاف اللي بينهم، ان هم اثبتوا اللفظ على معناه الظاهر ونفوا المجاز، ونفي المجاز يقتضي الحقيقة، والحقيقة لها معنى متصور، وهذا التصور يقتضي التجسيم، ثم نفوا من التجسيم الكيف، فجسموا ونفوا الكيف، فكأنهم وقعوا في الجسمية ونفوا منها الكيفية. لا، السادة الأشاعرة ما قالوش كده. هقول لك حاجة، استنى استنى، انتوا الظاهر هتقعدوني كتير وانا هضطر امشي. شفت احنا جينا الحتة دي علشان ابن تيمية اتكلم فيها حتة الاستواء؟ ما استحملوش، ممسكوا نفسه. ليه؟ عشان ابن تيمية اتكلم، عارف لو ما اتكلمش فيها والله كانوا عدوا اكتر منه. عارف انا قلت في الاحدية والواحدية كلام لو كان ابن تيمية اتكلم فيه كانوش عدوه، لكن عشان هنا ما اتكلمش فيه عدوه، الا الحتة اللي اتكلم فيها ابن تيمية كأنه رسول الله. يا حاجة غريبة يا اخي، حاجة غريبة، مش ملاحظين الحكاية دي؟ كأنه رسول الله هو اللي فاهم. ليه؟ لان مؤلفاته كده، مؤلفاته لما تيجي تقرأها، انا قريتها من 20 سنة على فكرة، وبعدين الحمد لله طلعتها بالثلاثة بعد ما اتعلمت على علم، طلعتها بالثلاثة، واخد بالك ده، ولا اقرا فيها خالص بعد كده. انا قعدت 5 سنين اقرا فيها ما اقراش الا هي، وبعدين بعد كده اتضح ان هو يفطمك عن كل من سواه.
كأنه هو اللي عنده العلوم بس وغيره، لدرجة انه هو وقع في حاجات خطيرة اثبت حوادث اولية مع الله. ايه رأيك بقى؟ حوادث لا اول مع الله حوادث لا اول له. قال متعلقات الصفات لابد ان تكون هناك حوادث، حوادث يعني كأنه قال بقدم العالم بس بطريقة ايه ملفوفة. ليه لازم كلامه وقعه في كده؟ ما اصل هقول لك لازم كلامه اللي وقعه في كده. فهو على حول على اي حال هقول لك حاجه، هو اصل وقع في مشكله خلق فيها اهل السنه. ايه هي المشكله دي؟ ان ربنا قال في كلام يعني يستلزم منه التكسير، وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يستلزم منه عدم التوقير، وأجرى الآيات التي نزلت في الكفار أعملها في المؤمنين الوصاة فكفر المؤمنين، فما حد استلم منه. ربنا جسمه والرسول لم يوفره والمسلم كفر. مش ابن تيمية اللي مشي وراه اللي تعلموا عليه هو مش ابن، هو أصلا بذرة في كتبه اللي يمشي وراها يوصل لهذا الفكر. فهمت ازاي؟ هو ما قالش الكلام ده، احنا لفينا في كتبه لما ما لقيناش انه قال الكلام ده، وان كان قال كلام في آل البيت ما يلقش في كتابه منهاج السنة، ما يلقش خالص، يعني قال كلام ما يلقش في سيدنا علي بن ابي طالب، وفضل السيدة عائشة على السيدة خديجة، واخد بالك ازاي؟ بكلام لا يليق، وقال انها هي افضل، يعني حاجات لو اقعد احكي لك ممكن نقعد لحد بالليل، ونيجي ثاني يوم نتقابل الفجر ونقعد بالليل ثاني يوم ونتقابل بعد كده الفجر وثالث يوم، لكن احنا مش بمقتضى اننا ندافع عن واحد اولى من يعني هو افضل الى ما قدم، افضل الى ما قدم، ربنا يرحمه. والجنه تسع، لا انت قلت فكره بس. طيب ما انا اريد ان ادي كل حاجه، انا اناقش هذا فقط، لا اريد اناقش لابن. فاحنا بنقول ان العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ ببساطه كده، استنى بس، لا لا ده هي دي القضية، ده هما وقعوا في الحتة دي. ما اسمعني بس، ما هي جاية كده، ما هي جاية استوى على العرش، هي الصفة انتوا بتعتبروها صفة من الصفات القديمة، ازاي تبقى صفة قديمة والعرش حادث؟ ازاي كل صفة استوى دي تبقى صفة قديمة والعرش حادث؟ هما لما جعلوها صفة قديمة قال ان في حوادث اولية قديمة بقدم الذات، فوقع فيما وقع فيه الفلاسفة، خدت بالك ازاي؟ عشان كده سجنوه يا جماعه. عارف مين اللي سجنوا؟ تقي الدين السبكي اللي انت بتقراه، اللي هو الناس اتفقت على امامته، هو سجن يعني ليه؟ كان قريبه مثلا خد ميراث امه؟ ده ما كانش قريبه خالص. تقي الدين السبكي كان من السبكي هنا من القاهره من مصر، وده كان من الشام، يعني مش قرايب بعض خالص عشان نقول ده في بينهم طرباي ابدا، بس هي كل الحكايه ان هو كان قاضي في الشام، ادي كل الحكايه. فلما كان قاضي في الشام وصل له الكلام اللي بيقول، قال له تعالى هنا، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا متشبث برأي نفسه، يعني ما ينفعش، لدرجة انه هو كفره، فما وافقوش التقي الدين السوفي في تكفيره، واخد بالك ازاي؟ قالوا له انت كده بتكفره بلازم كلامه، ولا نكفر انسان بلازم كلامه، نكفر الانسان بصريح كلامه. فقال لهم طب اعمل فيه؟ قالوا له اتجن فسجن. خدت بالك ازاي؟ لانه كلام خطير. اللي سجنوا مش تقي الدين السبكي، القضاء عموما، القضاء عموما من المخالفين. ما هو مخالفين له ليه؟ تصدق ابدا ولا مؤيدين، ده هم اتباعه اللي بيقولوا كده. ده هو كاتب الكلام ده هو بنفسه. ما هو بيقول نفسه على كده، ما هو لازم حد يدافع عن نفسه طبعا، هو انت عايز واحد يدافع عن نفسه اكثر منه؟ اشمعنى انا سجنت؟ انا ما انا بقول لك وجهه نظر الخلاف، انه هو اثبت اللفظ على حقيقته، ولا اثبات اللفظ على حقيقته اذا تعلق بالله يقتضي تصور المعنى، والله ليس كمثله شيء. فالعلماء قالوا لا، احنا لا نثبت اللفظ على حقيقته. ليه بقى؟ لان ما هو التأويل؟ هو ادراك الطرف المرجوح وهو مقابل الظاهر، واخد بالك ازاي؟ لقرينة عقلية او عرفية او ايه او ايه او لغوي، اي قرينة، خدت بالك ازاي؟ اي قرينة تخليني اصرف. انا اما اقول مثلا ايه، رأيت في المسجد بحرا، هنا افهم منها ان رأيت في المسجد عالم على طول، صح ولا لا؟ مع ان انا قايل بحر،
ليه؟ لان في قرينة بتقول ان المسجد ده في مكان يابس، لان ما ينفعش المسجد يبقى على مية. فازاي انا رأيت في المسجد بحر؟ ما يبقاش مسجد، ده يبقى بحر شاطئ. لكن انا بثبت انه مسجد، يبقى القرينة في التركيب دي تقتضي ان انا اصرف كلمة بحر عن ظاهرها، معناها الظاهر الذي وضعت له، الى المعنى المرجوح، واخبرك التي وضعت له مجازا، وهو ايه؟ الكريم او العالم. وطبعا المسجد يقتضي العلم، لان بيقعد في العلم، فبقول عليه العالم. لكن لما اقول رأيته في التكية بحرا يعني الكريم، لان التكية مكان العطاء. فهمت ازاي؟ فعلى حسب المكان. ايه اللي خلاني اصرف اللفظ عن ظاهره معناه الحقيقي كده الى وجود قرينة؟ فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فصار هناك قرينة عقلية جامعة صارفة لأي لفظ يوهم التشبيه انك تصرفه عن ظاهره. ليس كمثله شيء، وكل لفظ اوهم التشبيه اوله او فوض وأوم تنزيها. اوله يعني ايه؟ يعني اترك المعنى الظاهر، اترك المعنى الحقيقي، ادي معنى اوله. يعني واذهب الى المعنى المرجوح او المعنى المجازي، واخبرك لوجود قرينة عقلية، وهي انه قد يشبه قد يوجد التشبيه. ادي المعنى. ابن تيمية ما عملش كده زي ما قال سيدي علي اللقاني، لا في الالفاظ التي توهم التشبيه واجراها على معناها الحقيقي ان كانت حقيقية، او معناها الظاهر ان كانت لها معنيان ظاهر وايه ومرجوح، واخد بالك ده؟ فاثبتها على معناها. احنا بقى اهل السنة اثبتناها على غير معناها الراجح لوجود قرينة عقلية، وتركناها فوضنا او اولناها فايه فترى مؤول. هفهمت ماذا بقى السنة؟ ما هي الحقيقة؟ اللي هو فهم اللفظ على ما وضع له. لا، فهم اللفظ على ما وضع له. لا، طب ان كان وضع له اللفظ ده لمعنى معين، هذا المعنى ان كان له حقيقة، واخد بالك ازاي؟ يبقى المعنى حقيقي كده. ما هو فهم اللفظ على ما وضع له. الحي، ما معنى الحي؟ ها؟ ما معنى الحي؟ احنا الحي عندنا معناه ان هو اللي بيتكاثر وينمو ويكبر. نعم. واخد بالك ازاي؟ يتنفس ويتاوب ويضحك وينكفني وكده، هو ده الحي. واخد بالك ازاي؟ ها؟ استاذ الاشعار بتقول ان الله حي. ايوه، لكن حياه عندنا احنا، واخد بالك ازاي؟ بنصفها عن معناها المتصور ده اللي هو التنفس والتكاثر والنمو ومش عارف ايه وبتاع. واخد بالك؟ الاكل والشرب والنفس. بنقول ان الله حي ولا نقول؟ بنقول ان الله حي. طيب. وبتقول عن الحقيقه ولا مش عارف الحقيقه؟ احنا ما اختلفناش على فكره في لفظ الحياه. ابن تيمية ما اتكلموش على الحياة، خد بالك، اتكلم على الالفاظ المهمة، خد بالك، ما تجاش في الالفاظ معني بس. لا، بيثبتها، لكن اسمعي، واحنا برضو بنثبتها، ما اختلفناش في اللفظ ده، خد بالك، احنا اختلفنا. يشوف بيهرب فين؟ يهرب في حتة احنا ما اختلفناش فيه. انت نفسك خبير بنقطة الخلاف، قاعد تضايقني ليه؟ انت مش خبير بنقطة الخلاف؟ وحافظها صم؟ يا راجل، الوقت هو لما بيقوله الشيخ، بيقوله ولا مكان يمسكه، يبقى فهمنا منه ان هو ان العرش الله مستغن عن عرشه على طول، مش العرش ده مخلوق. نعم، خلاص بقى سهلة، اتفقنا. ما احنا على الحمد لله احنا ما كفرناش الناس، واخد بالك ازاي؟ لكن هم قالوا ان الاستواء حقيقي بمعنى الحقيقي. بلا حقيقي، بلا عذر. ولكن بلا كيف، لدرجة ان قال ينزل الى السماء الدنيا دون ان يخلو العرش منه. ازاي استوى بلا كيف؟ فهمها دي، عاوز افهمها دي. مش هتفهمني دي، ما تفهمني سنين، عاوز افهم. ما تفهمهاش ازاي هيستوي ومن غير كيف؟ تمحكوا بالبلكفة. يعني ايه؟ تمحكوا بالبلكفة. يعني ايه بلكفة دي بقى؟ بلا كيف. ازاي؟ ازاي يعني؟ يعني الحكاية سهلة. ولا ايوه اتفضل. طب ما هو التكييف ده في حد ذاته مصيبة. تعرف ان لما يقول لها وكيف لكن لا نعلمه، يبقى اثبت الجارح. ولو قال كده يبقى راح في داهية بقى مجسم.
استنى بس خد بالك ده كلام خطير. ده لما ينفي الكيف اصلا يبقى قريب شويه، لما يقول ان له كيف لا نعلمه يبقى بعيد قوي، لان الله لا يكيف. الكيف هو الادراك الشيء على حقيقته، هو ده الكيف. اما تقول كيف تصنع الملوخيه يبقى لازم تقول لك اجيب الملوخيه واقطعها واخرطها، ما يبقى ادركت الشيء على حقيقته. ادراك الشيء بتفاصيله، وانت لا تدرك الامور بتفاصيل، فالله سبحانه وتعالى لا يتكيف. استنى بس لا لان التكيف اصله مخلوق، الله فوق التكيف، التكيف نفسه مخلوق متصور. وان كنت لا تعلم، انت ما تعرفش بيعملوا المهلبية ازاي، لكن تعرف ان لها كيف بس لا تعلم. عدم علمك له لم ينفي ان لها كيفية. نعم. فهمت ازاي؟ نعم. ادي الحكاية. عشان كده لما ينفي علمه بالكيفية مع اثبات الكيفية اثبت ان هناك تكييف، فدي مصيبة. اهل السنة ما عملوش كده. اسمعني يا استاذي بس. ماذا بقى اهل السنة؟ ما انا قلت لك ان يصرف كل لفظ يوهم التشبيه عن معناه الظاهر او معناه الراجح، واخد بالك ازاي، ويفوض او يقوي. بس سهل اللي هو قالها سيدي علي اللقاد: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ده مين اللي بيقول كده؟ هم عايزين يطلعوا نفسهم. ايوه طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ورمزاتك.